السفارة من متى؟ ها يا أيمن؟ الخميس. البقى متى تبدأ السفارة؟ الخميس. أنا قلت الخميس يا إخوان. توقعات. لا توقعات، وأنت الحين تورطت معه. اليوم ولا الخميس؟ الأحد. طيب، في رقم واتساب راح نطلعه إن شاء الله يوم الخميس خاص بالإخوان في الجمعية، طبعا مبرمج بيكون في أسماء الشباب. أعلى اسم أو تصويت يجي للرقم الجمعية، ما في أي مقابل، تصويت فقط عن طريق الواتساب، يرسل اسم علي المري، اسم والله سعود، اسم رشيد، اسم عبد العزيز المغيري، عبد العزيز، أيا كان الاسم. نفس اللي صار في السكريبت، أحسنت. إرسال الاسم على رقم الواتساب، أكثر اسم بيجي يبدأ التصويت الخميس، متى يوقف؟ بداية الحلقة يوم الأحد. تجينا النتائج ونعلن إن شاء الله أول سفيرين لوقف اليتيم بمكة تبع جمعية رؤوم برفحة. واضح يا شباب؟ طيب، نرحب بضيفنا الجميل الأستاذ مشاري الشمري، مدير التمثيل لجمعية رؤوم. الله يحييك. الله يا مرحبا. الله يحييك، نورت وشرفت. الله يجزاك خير يا حبيبي.